بسم الله وصلى الله على الحبيب رسول الله وآله وصحبه ومولاه. عدنا لحضراتكم مرة تانية ولا زال الحديث موصولا بنا عن الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. كلمة الرحمة جاءت في القرآن الكريم 315 مرة في مواضع متكررة بمشتقاتها، مرة رحمة، مرة الرحمن، مرة الرحمة، مرة رحمتي، مرة رحمة للعالمين، أكثر من موضع جاء في القرآن الكريم. والتكرار يدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت انتباهنا إلى رحمته وإلى رحمة نبيه صلى الله عليه وسلم. اتكلمت معاكم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالمشركين والكفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني ربنا رفع العذاب عن أهل مكة لأن النبي كان بين ظهرانيهم، كان موجود على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم، ورفع العذاب عن أمته طالما أنهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا حكاية جميلة جدا من أروع القصص النبوي. بيحكي عن امرأة بغي، يعني امرأة كانت تعصي الله سبحانه وتعالى، وقيل بأنها كانت زانية. هذه المرأة تمشي ذات يوم فاشتد بها العطش، فوجدت بئرا فنزلت وشربت من البئر، فلما خرجت من البئر وجدت كلبا يلهث من شدة العطش، فقالت المرأة: هذا الكلب يجد مثل ما كنت أجد من شدة العطش. فنزلت إلى البئر وخلعت خفها، النعال بتاعها، الحذاء، وملأت فيه الماء، وصعدت ووضعت الماء في أمام الكلب، فسقت الكلب، فشكر الله لها صنيعها. وضعت الماء للكلب فشرب الكلب، فشكر الله لها صنيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها وأدخلها الجنة. علماءنا بيعلقوا على هذا الحديث يقولون: إذا كانت الرحمة بالكلاب غفرت الخطايا للبغايا، فما بالنا بمن وحد رب البرايا. إذا كانت المرأة البغي دخلت النار بسبب أنها دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلب، فما بالنا بمن وحد الله سبحانه وتعالى. حكاية تانية على النقيض لامرأة دخلت النار في هرة حبستها، وضعت القطة في غرفة وأغلقت عليها وأحكمت الإغلاق عليها، لم تقدم لها طعاما ولا شرابا ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فسيدنا النبي بيقول لنا أن هذه المرأة دخلت النار لأنها عذبت هذه الهرة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بالشرط إن أنا أرحم من في الأرض، إن أنا أرحم اللي بيتكلم أو العاقل فقط أو الناطق، ولا أرحم الحيوانات أبدا. ده سيدنا النبي علمنا عن الحيوانات، اللي بيركب حيوان ربنا بيقول في القرآن: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لو واحد رايح للغيط بتاعه راكب حمار وعذب هذا الحمار ووقف عليه وكلم الناس وأطال الجلوس عليه، شوف سيدنا النبي يقول له إيه؟ يقول: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الطرقات. يعني لا تطيل الجلوس عليها وأنت تتكلم مع الناس، هي وسيلة اقضي بها طلبك وصل بها إلى المكان الذي تريد. بيعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي هيرحم الخلق هيرحمه الخالق. لما ترحم خلق الله سبحانه وتعالى هيرحمك الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرحمن الرحيم، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. نرحم الأطفال، نرحم الخدم، نرحم من يعملون عندنا، لأن هذا من تعاليم الإسلام. وسيدنا النبي كان بيتعامل مع الخادم معاملة ترضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني ونشوف ازاي سيدنا النبي كان بيتعامل مع كل الخلق برحمة ولين. صلوا على الحبيب.